صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: ما هو القول الصحيح في تفسير قول الله جل وعلا: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون؟ أنا أرى لكم ما تدخلون في المسائل هذه، هذه ما تدخلون فيها، كلام العلماء فيها معروف عند المفسرين وعند في كتب العقائد، لكن ما أرى لكم الخوض فيها، لأنها تحدث بلبلة، تحدث شر عند الناس، اتركوها لأهل العلم. نعم، الله تعالى أعلم، وصلى الله